واستعرضت الوضعية الوبائية اللي تتميز بتزايد عدد الحالات خاصة في الأيام الأربعة الماضية. وكيف تعرفوا بلدنا عرض الموجة الثالثة مؤخرا، وكانت ذروتها في الأسبوع 33 من السنة، أي في شهر أغسطس، وإلا أنها كانت عندها خصوصية أن هذه الموجة كانت متفاوتة بين الولايات، بدأت بولاية قديماقة إلى أن انطفأت، وبدأت من بعد في نواكشوط والمناطق الشمالية، ومؤخرا في ولايات الجنوب. ومن المعروف على أن موجات كوفيد اللي كانت معروفة تأتي بعد فترة تتراوح ما بين 5 و 6 إلى 7 أشهر، وبالتالي احنا كنا في وضعية خروج من الموجة، وفتنا وصلنا لمعدل عدد من الحالات يوميا ل40 حالة، في حين على أن في ذروة الموجة تجاوزنا 2000 حالة يوميا، ووصلنا إلى 40 حالة يوميا، وكان المنحنى في تنازل، إلا أنه ابتداء من يوم الأحد الأخير لاحظنا تزايد مضطرد في عدد الحالات، وتزايد بنسب الفحوصات الإيجابية لدى المسافرين والفحوصات الإيجابية عموما بالمقارنة مع عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها. وكما تعلمون أيضا مؤخرا اقتنت بلادنا تقنية الرقابة الجينية، وبدأنا فعلا بنشاطات الرقابة الجينية، وكنا نصدر بيان كل شهر عن طبيعة الفيروسات التي تنتشر لدينا، إلا أن مع هذا تزايد عدد الحالات في هذه الأيام الأخيرة عملنا على تكثيف عملية الرقابة الجينية، وعدلنا آخر دفعة من الرقابة 30 عينة، وطلعت لنا 14 منها من فيروس أوميكرون اللي هو المتحور الجديد، وهو ما يفسر تزايد عدد الحالات من يوم الأحد الماضي. وبالتالي اتخذت اللجنة جملة من القرارات، أولها هو حظر التجمعات اللي منها كامل ما هو ضروري سيتم حظره، كما أيضا سيتم تعزيز عملية التحسيس، وخاصة بمقاربة جوية، بحيث أن تكون الولايات تعد خطط للتحسيس وتنفذها، طبعا بدعم القطاعات الفنية المتخصصة. أيضا في مجال التكفل قبل إجراء بإعادة تفعيل كل المستشفيات اللي مؤخرا وراء تنازل عدد الحالات تم تفريغ المستشفيات وتوقيف جنيحة كوفيد فيها، وتمركز التكفل بالحالات عند مستشفى محمد بن زايد، وبالتالي أمام تزايد عدد الحالات سيتم تفعيل المستشفيات لعلها تعود فم حالات تحتاج الاستقبال في المستشفيات الأخرى، وهذا طبعا مع تعزيز قدرات هذه المستشفيات من حيث الأدوية ومن حيث الكادر البشري إلى آخره. أيضا بمجال عملية التلقيح، كيف تعرفوا خلقت مراجعة للخطة الوطنية للتلقيح، أدخلت عنصرين جديدين هما تلقيح المراهقين ما فوق 12 سنة، وإدخال الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة لدى خاصة الأشخاص اللي عندهم صحة هشة، إلا أنها تظل مفتوحة لكافة من أخذ جرعتين. والتعزيز هذه عملية التلقيح قررت الحكومة أيضا على أنه بعد فترة أسبوع إلى 10 أيام سيكون الولوج للأماكن العمومية مشروط بالتلقيح، وتلقيح للجرعات الثلاث أو على الأقل جرعتين. هذه جملة الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة، وقررت أيضا اللجنة الوزارية الاجتماع أسبوعيا
حتى تتابع الوضعية وتتخذ القرارات المناسبة في حسب الوضعية اللي إن شاء الله تكون مريحة في الأسابيع المقبلة. تفضلي معالي الوزير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. تشرفت اليوم بتقديم مشروع مرسوم أمام مجلس الوزراء يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 126/2006 المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين جامعيين والاستشفائيين جامعيين، وتتعلق التعديلات التي تمت المصادقة عليها بترتيبات العبء الدراسي لسلك التعليم العالي التي أصبحت حسب رتبة، والشروط الموضوعية للتجاوز من رتبة إلى رتبة، وكذلك بمنح لقبي أستاذ شرفي وأستاذ متميز للأساتذة الذين استفادوا من حقهم بالتقاعد، وتهذيب التعديلات التي تكرس العدالة والإنصاف في العدد الإجمالي لساعات التدريس في السنة، واعتماد معايير موضوعية مثل الأقدمية والإشراف على أطروحات الدكتوراه وتأطير الماستر والنشر الأكاديمي، في تجاوز الأستاذ من رتبة إلى رتبة الرتبة الموالية. أما بالنسبة للأساتذة الشرفيين والأساتذة المتميزين، فقد تم اعتماد نشر بحوث أو كتب معترف بها دوليا أو في شبه المنطقة كمعيار أساسي، وكذلك موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي وطلب الأستاذ وحاجة المؤسسة وشهادة مزاولة التدريس في الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد كشروط الحصول على هاتين الرتبتين، وإضافة إلى شروط أخرى سيتم تحديدها بمقرر. أشكركم. كمل عن تعليق على البيان المتعلق باللغة العمومية، بعدين يفتح الأسئلة إن شاء الله. البيان اللي تقدم به معالي وزير اللغة العمومية تعلق انتخابات المهنية اللي من طبيعتها أنها تحدد التمثيلية المهنية للمنظمات العمالية، وهي أداة مهمة جدا في العمل النقابي وفي تحديد مستوى انتساب العمال للمركزيات النقابية. المجال مجال حديث في بلدنا، بداية التسعينات كانت هنالك مركزية نقابية واحدة، اليوم عندنا 40 مركزية نقابية وتزايدها محتمل. عاد من الضروري للتنظيم وضبط الحياة النقابية أن يتم العمل على انتخابات نقابية تمكن من تحديد مستوى التمثيل لكل مركزية نقابية. البيان اللي تقدم به معالي الوزير يرسم خارطة الطريق لإجراء هذه الانتخابات، تبدأ من ظرف فات بدأت تبدأ بتكوينات واطلاع على تجارب دولية في المجال، لأنه مجال العمل فيه يطبع التعقد. الدول الإفريقية اللي فات خطات فيه خطوات ملموسة تعد على أصابع اليد الواحدة. إذا نبدأ العمل باكتشاف التجارب القائمة والتكوين، سوف يتم إنشاء لجنة وزارية تعكف على توجيه هذه الانتخابات والإشراف عليها. سيتم إنشاء لجنة ثلاثية تتولى تنظيم الانتخابات، ممثلين فيها العمال أرباب العمل والإدارة، تشرف بطريقة مباشرة على تنظيم الانتخابات. سوف تكون انتخابات مع نهاية السنة، سيكون هناك إحصاء وتدقيق في المنتخبين. سيتم حملة انتخابية يمهدها طبعا بالعمل والتشاور مع كل الجهات المعنية، ثم تكون الانتخابات في نهاية السنة إن شاء الله. أشكركم. سؤالين، واحد موجه للناطق الرسمي باسم الحكومة اللي هو وزير التهذيب، وواحد لمعالي وزير الصحة. سؤالي الأول، نبقى تبقوا الموريتانية يعرفوا شنو هي وضعية
الوضعية الصحية الدقيقة للرئيس السابق محمد والعبد العزيز. عندي معلومات عن اللي حاس به، لا بقيت نقولها وتأكدوها ولا تنفوها. المهم نبقوا نعرفوا شن هي وضعيته الصحية. محامينه يقولون أنه يتعرض لياسر من الظلم، ويطالبوا هم وأهله بأنه ينتقل للخارج للعلاج. من درا كان وضعيته تطلب أنه ينتقل للخارج، من درا كان الحكومة لا يداويه. سؤالي لصاحب المعالي وزير الصحة، نبقي نعرف كان وزارة الصحة كانت حاسة بذي الوضعية اللي احنا فيها سابق تعدار للمهرجانات السياسية، يا كان أهل السياسة ذا اللي عدلوا، كانت الوزارة واعيته والله الأمور فاجئتها. عزول الصوفي موقع الساحة، لا نسول سؤال قال العميد من زاوية أخرى، نظر إلى كانت منين تعود وضعية الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد العبد العزيز حرجة، كان الحكومة لا تقبل نقل للخارج والله ما والله لا يجيب له فريق طبي داوي. سؤال آخر يتعلق معالي الوزير، أنتم نقل عنكم أنكم قلتم أن سبب انتشار الوباء هو مهرجان بير، هل هذا الكلام صحيح؟ علي وزير الصحة دائما لعيون يقولون أن هذه ولاية حوض الغربي كلها ما فيها إخصائي، وعن في حالة أطفال وفيات ومرضى ويحتاجوا لأخصائي أطفال أخروا عنهم. معالي وزير التهذيب، في العيون دائما لأن كنتم هون الناطق باسم الحكومة أيضا، فيها أحياء تعاني عطش شديد منذ أسابيع، المغيطي، القنيبة، زمزم، حي الجامعة، أحياء الميناء، تلكس، العرقوب، الداخل في العيون ما عندهم قطرة من الماء. ومنين جاءوا للسندئة قالت لهم عن ما عندها حل يسوى شنو ما يجي، ما جات مياه ظهر، أنت لا يجي مياه ظهر. وندرى كان فهم خطة حكومية استعجالية لإنقاذ هذو الناس. معالي الوزير، نعود للتهذيب، البعض يتساءل عن مصير تقرير الأيام التشاورية وحقيقة علاوات المدرسين ونسب زيادة رواتبهم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار. سؤال إلى وزير التهذيب من مقدمي خدمة التعليم، لماذا أمتحن في الفرنسية وأنا لا أدرسها، وأمنع من التربية الإسلامية وأنا أدرسها؟ عبد المجيد الإبراهيم، مقنع وافد. سؤالي الأول لمعالي الوزير الناطق باسم الحكومة، وهو إنما هو تجذير للأسئلة التي سبقته والتي طرحها العميد وعزيز عن اتهام أسرة الرئيس السابق محمد العبد العزيز الحكومة بتصفيته جسديا أو بمحاولة تصفيته جسديا، كيف ترد الحكومة على هذه الاتهامات؟ أيضا كانت هنالك زيارة دولة لفخامة رئيس الجمهورية إلى الجزائر على وقع أزمة بين الشقيقة الجزائر والمغرب، هل كان للوساطة حظ في هذه الزيارة؟ أعتقد أننا في نوافذ كنا من بين المواقع التي نبهت إلى خطورة المهرجان الأخير للحزب الحاكم. لماذا معالي وزير الصحة سياسة تشبيك السواعد حتى يقع ما يقع؟ أليس من مبادئ الصحة أن الوقاية خير من العلاج؟ لماذا هذه الإجراءات لم تتخذ إلا بعد هذه الاجتماعات التي ربما كان لها الدور الكبير في انتشار الوباء؟ أيضا سؤالي لمعالي وزيرة التعليم، تم التوقيع على عدة اتفاقيات في الزيارة الأخيرة، في زيارة فخامة رئيس الجمهورية للجزائر، حبذا لو أعطيتمونا نبذة عن الجديد في هذه الاتفاقيات، ما الذي أضافته للعلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي؟ معالي وزير التهذيب، التحفيزات التي صادقت عليها حكومتكم مؤخرا والتي وقعها الأمين العام للوزارة للمؤسسات التي كان منها تلاميذ تفوقوا في شهادة ختم الدروس الإعدادية أو بكالوريا، شهدنا مؤخرا بيانا لساتذة الثانوية العسكرية
يشكون من استثنائهم من هذه التحفيزات، رغم أن مؤسستهم كانت نسبة النجاح في هذه المسابقات 100% منها، وأيضا الأول في ولاية نواكشوط الغربية كان من بينها. لماذا هذا الاستثناء؟ المرابطة عبد الرحمن المدير الناشر الموقع مدائن. سؤالي الوزير الصحة، هل تأخرت الحكومة في قرارها منع التجمعات، وهل التلقيح المتوفر يقي من المحور من المتحور الجديد أوميكرون؟ مراسلة قناة الحرة، من أسبوعين أو ثلاثة قامت ضجة في أخبار هذا تلوث الشاي. المعروف على أن الخبراء اللي قاموا بالدراسة استقلت قالوا أنها 4 أيام، وزارة التجارة من أسبوعين علنت على أنهم مشوا عينات للفحص ومضى أسبوعين والنتائج إلى اليوم وزارة التجارة ما فات وصلتها النتائج. نختار نعرف نتيجة هذه الفحوص منين لحقت، لأن هذا يشكل خطورة والناس ما زالت تتناول الشاي وما زال موجود في الأسواق بالطريقة الكامبية. شكرا. شكرا على الوزير. السؤال قال جات عليها طيب، كان أهم قضية الشاي أنه تستعملوا الناس، وحتى الآن ما فات جات نتائجته الناس اختارت على نتيجته. نفس الشيء السؤال اللي كان أعتقد باسم الحكومة، الناس تختار تعرف مدى حقيقة صحة الرئيس إن قال عنه تعرض الجلطة، من دركانكم تنفوا ذاك والله تأكدوه بجانبك وزير الصحة. معالي وزير الصحة، معالي وزير الصحة، سؤال أخير، من درى معالي وزير، من دركانكم ما تقدروا تكلموا عن أعراض ميكرون الفيروس، كانكم قدروا تكلموا عن أعراض ولا رأي العام، ومن دركانكم ما تعترفوا عنكم تأخرت شوي في اتخاذ إجراءات. شكرا. محمد عبد الرحمن متالي، مدير الناشر لوكالة العالية للأنباء ورئيس رابط الصحفيين الشباب. السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، منذ فترة وجيزة صرح الناطق الرسمي، صرح وزير الصحة الدكتور سيدي والزحاف، أعلنها بملء فمه وحذر في تصريح خاص هو معلن على أن الموجة الثالثة أشد عدوى وخطورة من الموجات التي سبقتها. بنظرك معالي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما الذي بنظرك سيد رئيس الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما هي الجدوائية من تنظيم المهرجانات الحزبية الأخيرة في ظل انتشار هذه الموجة الثالثة من تحور فيروس كورونا، وما الذي ستحققه هذه المهرجانات؟ سؤال آخر، رئيس الجمهورية قام بزيارة رئاسية خلال زيارته للجزائر، هل كان في برنامج ببرنامج زيارة الرئيس التوسط بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية؟ سؤال أخير، الخبراء اللي عدلوا الفحص على الشاي معدل في مختبر معروف عالميا مشهود بالنزاهة، وهذا المختبر معروف قال له مختبر فيديو كنترول وهو موجود في فرنسا ويعني عنده مصداقية عالمية، ما هي الجدوائية من إشراف وحصار جديدة للشاي؟ ونحن أنت كما تعلم تعرف المكانة عند الشاي في مجتمعنا، ناس دبخت حتى وإلى الآن ما جبرت أخبار الشاي من عند البيسارة نقول نعرف الأخبار. تفضل معالي الوزير. بالنسبة للوضعية الوبائية كيف تشرحت في تدخل إيرارك على أن نحن كنا في موجة ثالثة وصلت ذروة ب2000 حالة لليوم، وبدأت في التنازل إلى أن وصلنا ل40 حالة لليوم، هذا مع تنازل عدد حالات، معناها الحالات نسب الفحوص الموجبة بشكل عام بين الفحوصات اللي تعدل، يقال خصوصا فئة المسافرين اللي صلنا نستخدموها على أنها هي الفئة اللي تمثل الناس كاملة، اللي ما هم حاسين بشي ولا هم مرضى ويتحركوا ويمثلوا الناس كاملة، هذه الفئة نسبة الإصابة فيها هي اللي نعتبروها مرجعية نوعا ما. إذن نسبة الإصابة لدى المسافرين كانت الأسبوع الماضي 2%، وهي اصلا الين توفى قاع الموجه كامله ونرجعوا لذيك الحالات اللي يعدوا عادوا عندنا 10 حالات 15 حاله تعود تصل 1%، معناها وراهي في اوج الموجه وصلت الى 19%، يعني نزلت من 19% الى 2%. هذه هي المؤشرات اللي كانت قائمه الاسبوع الماضي، هي المؤشرات القائمه الى يوم السبت الماضي، وهي اللي كنا نتعاطاو بها.
هذه المؤشرات فيها صار عندها ملي قراءة ودلالات في علم الأوبئة. كنت نقول على إنه إلى يوم السبت الأخير عدد الحالات نسبة معناها معدل الحالات يوميا وصل لـ40 جاي من 2000 في الموجة. وقلت على نسب الفحوصات الموجبة لدى المسافرين اللي هما فئة نعتبرها هي الفئة اللي تمثل الناس كاملة نظرا للخصوصية تاع انهم ما مرضى وانهم ما عندهم مشاكل، اعلن هذه الفئة كانت نسبة الفحوصات الايجابية فيها عند ذروة الموجة وصلت 19%، بينما في الاسبوع الماضي هي 2%. اذا هذه هي الوضعية اللي كانت قائمة الى يوم السبت الاخير. معناها شنو؟ معناها انها وضعية خروج من 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 الموجة. وخروج من الموجة معناها شنو؟ معناها على الناس عاد عندها مناعة ما تتسامح الفيروس بانه ينتشر. وهذه هي الوضعية اللي كانت قائمة. هذا ينضاف عليه على تسيير الحجر الصحي وفتحه، هذا فيه عوامل ما هي لا صحية. الناس اليوم تعاني بعد سنتين من كوفيد، تعاني صم الإجراءات اللي اتخذت محليا، وتعاني من الوضعية قاع العالمية كاملة اللي ذكيفتها. وبالتالي الإغلاق على الناس ما هو حل. وبالتالي الحكومات كاملة في العالم كاملة تحين الفرص، ياكنها تعدل انفتاح نوعا ما، ياكنها تقد تحصن بيها اقتصاداتها شوي، ياكنها بعد قاعد تقد تستمر. وهذا هو اللي خالق عندنا احنا، حكومتنا تتحين الفرص، كل فرصة قد يخلق فيها انفتاح، تحين فرصة على ان يخلق انفتاح، ياكن يخلق فيه شوي من التعافي للاقتصاد، اياك انها تاخذ نفس للاستعداد لموجة اخرى والله حالة طارئة اخرى. اذا احنا في يوم السبت الاخير، معنا نهاية الاسبوع الاخير، هذه هي المعطيات اللي عندنا. وكيف قلت لكم معدلين فحوصات جينية، اخر دفعة من الفحوصات الجينية اللي معدلين ما ظهر فيها أوميكرون، فيها فيروس دلتا وأنواعه المتحورة، ما فيها أوميكرون. إذن اعتبرنا على أنه وضعية أعلنها مازالت سامحانا بنفس، مع أننا نعرف على أن أوميكرون جاء يا غير بعد ما فات عاد عندنا حسب معطياتنا، ومازلنا في تنازل عدد الحالات. وبالتالي اعتبرنا على أنه وضعية تقد تسمح لنا، إلا أن أوميكرون عنده خصوصية الانتشار السريع، ما هو كيف تقع الفيروسات اللي سبقته كاملة، عنده خصوصية الانتشار السريع. وهو اللي شفنا تزايد عدد الحالات في الأيام، عادة نلاحظه في الأسابيع وتم تذبذب الأرقام، مرة تطلع مرة تقل إلى آخره، إلى أن تطلع موجة جديدة. هذا لاحظنا تزايد مضطرد في عدد الحالات من يوم اليوم. وأيضا أضيف إلى ذلك على أن عدلنا الفحوصات الجينية، وكيف قلت لكم جبرنا عينة قابضينها معدلينها ذا الأسبوع في هذه الأيام الفاتوا من ذا الأسبوع، وهي اللي جبرنا فيها أوميكرون. إذن الجواب على سؤالكم، أوميكرون ما كان موجود عندنا الأسبوع الماضي، وبالتالي هذه الوضعية اللي كانت قائمة واللي وعدل فيها ظهرنا على أن يا الله يخلق شيء من الانفتاح. والانفتاح يعني انفتاح اقتصادي واجتماعي وسياسي، معناها يخلق انفتاح وذا هو اللي يخلق. إذن العلاقة ما بين تزايد عدد الحالات والمهرجان، هذا أنا تصريح قطعا ما قلته، ولا بي بعد أي شيء سوى شنو يكون نوتوف لا يستقيم فنيا نوتوف به. اللي المهرجان كان يوم السبت والحالات بدأت تتزايد من يوم الحد، وهو بعد لابد له من 5 أيام إلى 7 من ياكنه بعد قاعد تبدأ أعراضه، ياكنه يبدأ التشخيص قد يثبته. وبالتالي هذا هو السبب باطل اللي بالحقيقة هذا التصريح أنا قاعد ما كان قد يصدر مني. بالنسبة للحول الغربي، أنا زرت ولايات الجنوب مؤخرا وكانت فيهم موجة كوفيد، وزرت ولاية الحول الغربي وطلعت على وضعية المستشفى، وكانت وضعية فعلا مزرية به. اللي المستشفى كيف قال حد هون ما كان فيه قاع أخصائي،
وكان في طبيب عام، معناها تحولوا توشور مركز صحي، وغيرنا إدارة المستشفى وبدأنا بتعزيز قدراته بالمصادر البشرية. ذات جاه جراح وطبيب الأطفال لا يجي، وعندهم طبيب نساء، هذا بعدهم التخصصات الثلاثة الأساسية، غير مع تعزيز قدرات المستشفى من ناحية الفنية والتجهيزات يدوروا جوا تخصصات أخرى. ومستشفى العيون مبرمج أيضا بناء مستشفى جديد، وهو اللي يعني بتنمى الليلة هي يواكبوا التجهيزات والمصادر البشرية الضرورية حسب المتوفر. بالنسبة لسؤالكم عن التلقيح، كان موجود بعد. احنا بلدنا وصلت الى حد الان ازيد من 4 ملايين جرعة، وفتنا استخدمنا منها لا نعود 1,800,000 جرعة، معناها ان عندنا رقم مخزنين ازيد من 2,000,000 جرعة من 4 انواع من اللقاحات. بالتالي اللقاح متوفر وايضا سيظل متوفر بلي وضعية التوفر، وبعد قاعد في العالم تحسنت. ثانيا احنا احصلنا على كل التمويلات الضروريه لاقتناء اللقاح. يا غير ما اللقاح حد لا هي لا يشري، هي ماده يفرق تاريخها، ولا بد ان تم يقدمها واحده لين يستخدمها استخدام جيد. اذا عنه موجود. من درا كانوا يحمي ضد اوميكرون؟ نعم، هذا هو اللي متعارف عليه اليوم علميا في العالم كامل، على أوميكرون هذا المتحور الجديد تحوره ما أدى على أنه يعود خارج عن نطاق تأثير اللقاح، ولا أدى على أنه يعود خارج عن نطاق الفحوصات التقنيات تعدل بها الفحوصات، ولا خارج عن نطاق العلاجات اللي تعدل. وبالتالي ما تغير شيء مع مجيء أوميكرون إلا أنه هو أكثر سرعة في الانتشار. يقال بالنسبة بعد لآليات المكافحة كاملة ما زالت اللاهية، وبالتالي ما علينا يكون الاستمرار بها. وأيضا الأعراض ما زالت اللاهية، ما في أعراض خاصة بأوميكرون، أعراض هي أعراض كوفيد. وإن شاء الله في الأيام المقبلة كما تقرر في اجتماع اللجنة الوزارية اليوم ستكون هناك حملة تحسيس، وسنعود بأسر من المعلومات عن أعراض هذا المرض إلى آخره. شكرا. ذاك حق الوقاية أحسن من العلاج بعد، وذا هو اللي يعدل من كل شيء ينطبق على كل شيء. شكرا معالي الوزير. شكرا. سؤال من طرحه عبد المجيد. يوم 28 ديسمبر تم توقيع اتفاقية تعاون مع الجزائر في مجال التعليم العالي، و هذه الاتفاقية تزيد عدد المنح اللي معطية للموريتان، وله يعود 300 منحة بدل 200. ومن الأهم اللي في هذه المنح أن 40 منحة 40 مقعد معطية في مجال الدراسات الطبية. ومن الجهة الموريتانية طلاب الجزائريين قدوا يستفادوا عادوا من 100 مقعد مؤسسات التعليم العالي الموريتانية بدل 50. البند الثاني اللي مهم هو تسريع إجراءات معادلات الشهادات. تعرف أنها كانت تطرح مشكلة، ديك المعادلة كانت تقبض على الأقل بين 5 و6 أشهر، وذاك يضيع قاع الوقت للطالب، وذاك صعب عليه متابعة الدراسة. والبند الثالث هو إقامة تعاون مباشر بين الجامعات، بين الجامعات الموريتانية والجامعات الجزائرية، وحركية الطلاب والباحثين. هذا هو أهم اللي خلق في هذه الاتفاقية. شكرا. شكرا جزيلا. تكررت الأسئلة عن الوضعية الصحية للرئيس السابق من طرف الشيخ بكاي عزيز عبد المجيد وأبه. نتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله للرئيس السابق. الحكومة حريصة
تعتبر نفسها مسؤولة عن صحة أي مواطن، فما بالكم إذا تعلق الأمر برأي السابق؟ ستتخذ الحكومة كل إجراءات الضرورية للعلاج الرئيس السابق، وما هي متأخر عن شيء في ذلك المجال. كون هنالك ملف قدام العدالة لكن شكل بعض التعقيدات، ولكن صحة الرئيس السابق محل أقصى اهتمام وعناية. عزيز، ذكرت قضية العطش في بعض أحياء العيون. معالي وزير المياه كان في جولة منذ بعض الوقت في ذيك الولايات. الوزارة عندها استراتيجية لحل مشاكل العطش يسوى على المدى القصير بالتدخل في الوضعيات اللي كيف قلت ودورتم التدخل فيها، ويسوى على المستوى المتوسط والبعيد باش نحل القضية حل جذري. إذا يمكن يطمئن السكان الأحياء اللي قلت عن الحلول ستوجد بإذن الله، ستوجد حالا المشاكل المطروحة بطريقة مريحة، وستكون هناك حلول إن شاء الله جذرية لمشاكل العطش. سألت عزيز دائما عن مصير تقرير الأيام التشاورية. تقرير الأيام التشاورية سيكون موضع خطة تنفيذ تبدأ بقانون توجيهي للتعليم عاكف القطاع الآن مع القطاعات المعنية والشركاء على إعداده، سيتم عرضه على الحكومة قريبا. ستكون أيضا محل تنفيذ من خلال خطة عشرية لتنمية قطاع التهذيب، ستنظم فيها لإعداد الطرق الملائمة وحشد التمويلات والتنظيم الضروري لإنفاذ كل القرارات التي تم اتخاذها في هذه الأيام التشاورية. سألت عن طرحت قضية متعلقة بمقدمي خدمة التعليم ومتعلقة بالفرنسية. اطلعت على القضية اللي طرحت تكررت ولكنها غير صحيحة. مقدمي الخدمة سيتم امتحانهم في نفس المواد اللي أصلا يمتحنوا فيهم الناس اللي تعود معلمين الله أساتذة، ما فيش طاري في المجال. تعرض عبد المجيد لزيارة الدولة في الجزائر، كما تعرض لها أيضا محمد عبد الرحمن. نختار نقول عنها كيف شفته في الصحافة، عنها كانت زيارة ناجحة جدا. الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والإعلام الجزائري أولوها مسؤولين كل اهتمام. النتائج اللي تمت فيها من الاتفاقيات المتعددة اللي تم توقيعها يسوى في مجال التعليم العالي، يسوى في مجال الصحة، يسوى في مجال التكوين المهني، يسوى في مجال النقل والبنية التحتية بطريقة تندو في زفرات 800 كيل على تمويل جزائري سخي، كلها تعبر عن نجاح كبير للزيارة اللي تمت في الجزائر. علاقة موريتانيا بالمغرب والجزائر علاقة عريقة متوطدة. موريتانيا تسعى لتعميقها دائما، واللي مطلوب منها في المجال ستسعى من أجله إن شاء الله. عبد المجيد طرح قضية تحفيزات المدرسين وعدم شموليتها للمدارس المدرسة العسكرية. تقرر على أن هذه التحفيزات تتجه بالصورة أولى للناس اللي أصلنها ما مفتوح لها مجال قدر من الدعم اللي تلقاه من المؤسسات اللي عندها دعم خاص، وتم تحديد المستفيد منها على أساس المعايير اللي طرحت لها مسبقا. تلوث الشاي تم التعرض له من طرف الأخ الطيبة وغيرها، أظن تعرض له أيضا محمد عبد الرحمن، فيه اللي تعرفه. فهم الفريق اللي ذكرته اللي قدم تحاليل مخبرية، وزارة التجارة قابل القضية بكل جدية، ولكن المعايير تختلف من بلد إلى بلد، والشاي ما هو مستخدم لا في موريتانيا واحد، مستخدم في كثير من البلدان، وقضية كبيرة شوي. تسرع في قبيل قرارات فيها على أساس رأي واحد ما هو الرشاد. الوزارة ستتخذ الإجراءات الضرورية
باش يتم فحوص الشاي بالطريقة اللي مناسبة، وستصدر بعد ذلك إن شاء الله النتائج. ولو كان هنالك ما يستدعي اتخاذ إجراءات أسرع من هذا وعجل من ذي تم اتخاذ. صحة الرئيس السابق قلت فيها ذاك اللي قال، قلت فيها ذاك اللي قال صحة الرئيس السابق. العلاوات تكلم عنهم معالي وزير الصحة قدام البرلمان، علاوة الطبشوس ستشهد زيادة 50%، علاوة التسجيل ستتضاعف، علاوات الهيئات التأطيرية ستشهد نفس الزيادة أيضا، ستشهد نفس الزيادة أيضا اللي هي 15,000 أوقية قديمة. قضية المهرجان اللي طرح محمد عبد الرحمن تعرض في إجابات معالي وزير الصحة على الوضعية الوبائية، على أنها ما كانت في الوقت اللي عقد فيه المهرجان ما كانت متوفرة أدلة تجعل الحكومة توقف قدام تنظيم مهرجان يحكم وش من القوانين والنصوص وش من الأمور اللي ما مستقرض فيها. وربط الوضعية الوبائية ضركات إياها مولي بالمهرجان، عندنا لا في شيء من التسرع به للمدة اللي فات فاصلة بين المهرجان هو الوضعية اليوم، لا تقعد أقصى من اللي يعود قد يندار ذاك على المهرجان كامل. أشكركم سامحة الله.